ازاي تقفل حسابك الشخصي على الفيسبوك؟ تابعوا معايا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. في الفترة الاخيرة فيسبوك عمل ميزة حلوة جدا. الميزة دي تقدر من خلالها انك تقفل حسابك الشخصي على الفيسبوك. طيب هو يعني ايه تقفل حسابك الشخصي؟ انا هقولك. معنى انك تقفل حسابك الشخصي هو انه لو اي حد دخل على حسابك وهو مش من اصدقائك هتظهر له الرسالة دي اللي مكتوب عليها قام ابو تريكا بقفل ملفه الشخصي، ومش هيعرف يفتح صورتك الشخصية، ولا هيعرف ياخد سكرين شوت لحسابك، ولا هيعرف يبعت لك رسالة، ولا يقدر ياخد الرابط بتاع حسابك، ولا هيشوف منشوراتك، ولا هيعرف يعلق عليها، ومش هيعرف يعمل اي حاجة من الحاجات دي الا لما يبعت لك طلب صداقة وانت تقبله. الميزة دي حلوة جدا وهتحمي حسابات اغلب الناس من السرقة والاختراق بشكل كبير قوي، وبالاخص حسابات البنات اللي ممكن اي حد ياخد الصور الشخصية بتاعتهم ويعمل بيهم اي حاجة مش كويسة. بس مشكلة الميزة دي ان فيسبوك عملها لبلد واحدة بس في العالم كله، فلو عاوز تفعل الميزة دي على حسابك وتأمن بيها نفسك كمل معايا الفيديو ده للآخر، وما تنساش لو عجبتك الطريقة تعمل لايك للفيديو عشان بيحمسنا جدا ان احنا نكمل، وشير الفيديو مع اصحابك على الواتس والفيس، ولو انت اول مرة تنور قناتي ما تنساش تشرفني بالاشتراك وفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات. وبس كده يا سيدي، مشاهدة ممتعة، يلا بينا. ركز معايا يا صاحبي، الموضوع بسيط جدا. كل اللي انت هتحتاجه علشان تقفل ملفك الشخصي هو انك تثبت تطبيق فيسبوك لايت. فبكل بساطة هتدخل على جوجل بلاي وهتكتب في البحث فيسبوك لايت، هتلاقيه موجود هنا، هتضغط عليه وهتلاقي هنا كلمة تثبيت، هتضغط عليها وهتثبت التطبيق عندك عادي جدا. وبعد ما تثبت التطبيق هتضغط على فتح، هيفتح معاك التطبيق بالشكل ده، وهتسجل دخول للفيسبوك بحسابك الشخصي عادي جدا. هتضغط على حسابك من هنا وهيفتح الفيسبوك بتاعك بالشكل ده، وبعد ما تدخل على حسابك هتضغط على الثلاث نقط دول، وهتنزل لتحت شوية كده لغاية ما تلاقي كلمة الاعدادات، هنضغط عليها. بعد كده هتيجي هنا عند اللغة والمنطقة، هتضغط عليها، وبعد كده هتنزل لغاية تحت وتختار لغة اسمها اللغة البرمية، اللي هي اللغة دي. ركز قوي في شكل اللغة دي، احفظ شكلها كويس، هنضغط عليها. هتلاقي حساب الفيسبوك بتاعك اتغيرت اللغة بتاعته للغة البرمية زي ما انت شايف بالشكل ده. هتنزل تحت شوية كده لغاية ما تلاقي الاختيار ده، ركز قوي في شكل الاختيار ده، هتضغط عليه. وبعد كده هتضغط على الاختيار ده، وبعد كده هتضغط على الاختيار ده، وبكده تم قفل الحساب والدنيا زي الفل. طيب تعال بقى نرجع لغة الفيسبوك للغة العربية مرة تانية، هنضغط على السهم ده عشان نرجع للخلف، وهنضغط هنا مرة تانية برضو، وهنضغط على الاختيار ده اللي عليه علامة الكرة الأرضية. هتفتح معانا لغات كتير قوي، هنطلع لفوق كده لغاية ما نلاقي اللغة العربية اللي هي موجودة هنا، هنضغط عليها. هيرجع معانا الحساب الشخصي للغة العربية مرة تانية. طيب هنقفل بقى فيسبوك لايت خالص دلوقتي، وهنروح لتطبيق فيسبوك العادي علشان نشوف الموضوع بقى عامل ازاي. دلوقتي احنا على تطبيق فيسبوك العادي، هنضغط هنا علشان نروح للملف الشخصي. زي ما انتم شايفين كده هنا مكتوب لقد قمت بقفل ملفك الشخصي، وهنضغط دلوقتي على الثلاث نقط دول ونختار منهم العرض كما يظهر للاخرون علشان نشوف الحساب هيبقى عامل ازاي. هنضغط كده مع بعض ونختار من هنا عرض كما يظهر للاخرين. زي ما انتم شايفين كده مكتوب هنا قام ابو تريكا بقفل ملفه الشخصي، ولو نزلنا لتحت شويه كده مش هنلاقي اي حاجه، ولا الاصدقاء ولا المنشورات ولا اي حاجه. ولو انت عاوز تلغي قفل الحساب وترجع الموضوع زي ما كان مش هتلف اللفه الطويله اللي احنا لفيناها من شويه. كل اللي انت هتعمله انك هتضغط على الثلاث نقط دول وهتضغط على الاختيار ده اللي مكتوب عليه الغاء قفل الملف الشخصي، وبعد كده هيرجع الحساب لطبيعته مره ثانيه. ودي كانت فكره الفيديو بكل بساطه. بتمنى يا رب تكون استفدت من الفيديو ولو حتى بمعلومه صغيره، وما تنساش تدعمنا وتشترك في القناه من هنا، وهيظهر لك هنا فيديوهين اتفرج عليهم ان شاء الله يعجبوك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it